السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أعزائي الطلاب. عندنا اليوم جلسة جديدة من جلسات الدعم النفسي، نتحدث فيها عن موضوع فيروس كورونا اللي انتشر في الآونة الأخيرة، سبب رعب للناس ووقف مصالح الناس. نتعرف على أهم المعلومات عن هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه. فيروس كورونا أو كوفيد 19 أو الفيروس الناجم هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الفيروسات تتكون من مادة وراثية في الوسط حولها نتوءات بروتينية. فترة حضانة هذا الفيروس من 2 إلى 14 يوم، تبدأ الحرارة فجأة بالارتفاع. كيف ينتقل هذا الفيروس؟ ينتقل هذا الفيروس عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي، السعال، العطس، الضحك، تتناقل من الفم والأنف بعض الفطيرات نسميها بالرذاذ. هذا الرذاذ ينتقل عن طريق اتصال الأشخاص أو ينتقل ربما يسقط على أسطح نحن نتعرض إلى فينتقل هذا الفيروس. من هم المعرضون لهذا الفيروس؟ المعرضون لهذا الفيروس هم الأطفال دون العائلة أو كبار السن، وكبار السن بالأحرى الأطفال دون العائلة كبار السن فوق 70 عام. من الأعراض الأكثر شيوعاً لهذا الفيروس الحمى، يعني ارتفاع في درجات الحرارة، السعال الجاف غير الرطب، التعب والإرهاق بشكل عام. أما الأعراض الأقل شيوعاً فهو فقدان حاسة الشم، التهاب بالحرق، صداع، آلام وأوجاع، ربما إسهال. الآن كيفية الوقاية من هذا الفيروس؟ النظافة الشخصية أهم شيء لنحمي نفسنا من هذا الفيروس. بالنهاية درهم وقاية خير من قنطار علاج. أولا غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. التباعد بين الأشخاص، نتباعد أقل شيء متر بين الشخص والآخر. عدم المصافحة باليد، البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ارتداء الكمامة أثناء التجوال والازدحام. وهيك بكون حبايب الطلاب انتهى جلستنا لهذا اليوم.